من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الرابع عشر على خليجية. لو تلف الكون ما تلقى مثيله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية. موعدكم اليوم الذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. بحضور كبير من وسائل إعلام محلية وأجنبية، وزارة الرياضة تستعرض أبرز الاستراتيجيات والملفات الخاصة بالقطاع الرياضي في المملكة. الأهلي والهلال يتواجهان غدا بالجوهرة المشعة في لقاء مؤجل من الجولة 28 لدوري روشن. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الكلاسيكو، والأهلي يؤكد تعرض هيثم عسيري لإصابة في الرباط الخارجي للركبة. بعد انقضاء 30 جولة من الدوري الأقوى، الهلال انفراد تام بالصدارة، والنصر لا يستسلم، والأهلي والتعاون والاتحاد يتنافسون على ثالث الترتيب. المهندس لؤي هشام ناظر عضواً ذهبياً في الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد. المتسابق السعودي عبد العزيز الشيبان يحقق المركز الأول في بطولة كأس العالم للدراجات النارية باها 2024 بإسبانيا. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفنا الكرام معنا في الاستوديو عبد السويد أبو نايف. أهلا وسهلا. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي الزملاء الأعزاء الكبار. وعبد الله محمد الماس، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أبو جود والزملاء الكبار ومتابعي برنامج كورة. محمد الصدعان، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أبو جود، أمسي عليك وعلى الزملاء، نقدم حلقة تليق بإذن الله. وليد علي، أهلا وسهلا. هلا أبو جود، مساك الله بالخير وعلى الإخوان الكبار وعلى مشاهدي برنامج كورة. طيب، اليوم صار المؤتمر الصحفي يعني الأمور تخص الرياضة. صحيح أن المؤتمر ما كان يعني كامل، يعني كان ودك أنه كمان في ناس موجودة وشخصيات، بس خطوة، وإحنا ما نشجع الخطوات. إذا واحد راح خطوة قدامه نقول له برافو كمل. بعد فترة يعني يصير المؤتمر له موعد ثابت، ويصير إحنا نتعود أن إحنا نطرح الأسئلة والطرف الآخر يتعود أن يعطينا إجابات، ويصير هذا إيقاع ثابت خلاص. يصير عندك خطاب مثلا شهري، مؤتمر شهري، وسائل الإعلام تطرح كل الأسئلة. مهم، مهم جدا أنه الصحفي يأخذ المعلومة من المصدر. طبعا المعلومة تعجبك، المعلومة ما تعجبك، المعلومة تصدقها، المعلومة ما تصدقها، المعلومة كاملة، المعلومة ناقصة، هذه ممكن نبحثها بعدين، نبحثها في البرامج ونبحثها في وسائل الإعلام ونناقشها، المعلومة صحيحة، المعلومة ناقصة، المعلومة مش كاملة، المعلومة 100% مضبوطة، هذه ممكن نناقشها. بس أنت أطلع، أطلع وحكي. أحترم جدا سعد اللذيذ، أول الموسم طلع في لقاء تلفزيوني، واليوم طالع في مؤتمر صحفي يواجه يحكي مع الناس. طبعا يعجب كلامه، ما يعجب كلامه، كلامه صح، كلامه ما هو بصح بالنسبة لك، كلامه كامل، كلامه ناقص، هذا نبحث الحين نتكلم فيه في البرنامج. بس أنا كوسيلة إعلامية، طلع الرجال بعد فترة الانتقالات وحكى، واليوم قال مؤتمر صحفي، قال السلام عليكم، تعالوا اسألوا. الأداء في المؤتمر الصحفي ناقشه الآن، بس المسؤول اللي يطلع ويحترمك ويواجه وياخذ ويعطي معك، هذا لازم تقول له يعطيك العافية، لازم تقول له برافو، وتطلب من غيره أنه ياخذ نفس الخطوات. المؤتمر الصحفي اليوم نقلته كل وسائل الإعلام، وكان فيه حضور صحفي مهم. عجبني كثير أداء الزملاء الصحفيين، ترى حلو أنه يكون فيه نقاش وجدال وأخذ وعطى في حدود الاحترام طبعا، وفي حدود الانضباط في 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 مكان زي هذا، لأنه مثلا ما هي بتحدي، ما هي بمباراة، لكن حلو أنه عندك صحفيين مهمين يطرحون أسئلة مهمة وتأخذ عليها إجابات. وطبعا في مسؤول يعطيك الإجابة كاملة، في مسؤول يعطيك نص الإجابة، في مسؤول يعطيك إجابة دبلوماسية، لكن خطوة في الاتجاه الصحيح، ونشجعها وندعو لها ونتمنى تستمر. خلينا نشوف التقرير وبعد كده راح نتكلم في اللي صار في المؤتمر الصحفي اليوم. عام
عقدت وزارة الرياضة في العاصمة الرياض اليوم المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي بحضور كبير من وسائل إعلام محلية وأجنبية. وتناول المؤتمر جملة من الموضوعات التي تناوب على الحديث عنها المدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية للجنة الأولمبية والبارالمبية عبد العزيز البقوص، ورئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي المشرف على برنامج استقطاب اللاعبين سعد اللذيذ، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم. واستعرض عبد العزيز البقوص في حديثه مع انطلاق أعمال المؤتمر نتائج المشاركات المنتخبات السعودية في جميع الألعاب بالمسابقات الآسيوية عموماً، والإنجازات التي تمكنت من إحرازها وجملة الأهداف المحققة وفقاً لاستراتيجية الوزارة واللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات التابعة لهما في هذه المشاركات، إلى جانب التطرق إلى استعدادات المملكة للأولمبياد باريس 2024. من جانبه فخر رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين سعد اللذيذ بتحقيق الرابطة وبرنامج استقطاب اللاعبين بالأهداف التي وضعت مطلع هذا الموسم 2023-2024، التي من أهمها تطوير عمل الأندية بشكل كبير بما يشمل برنامج الحوكمة والوصول بالدوري السعودي للمحترفين لمرحلة باتت فيها أنديته هدفاً لوكلاء اللاعبين العالميين، إلى جانب تقليل متوسط أعمار اللاعبين في الدوري من 29.1 حتى 27.5، والعمل جار على الاستمرار في تقليص الأعمار لحدود أدنى. كما زادت القيمة السوقية للدوري 3 أضعاف، مؤكداً أن القادم أفضل بكثير. بدوره تناول الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم خطة تطوير المنتخبات السعودية التي يأتي من ضمنها مبادرة خارطة طريق تطوير المنتخبات 2024 وحتى 2034، التي تشمل رفع عدد المنتخبات السنية من 5 إلى 10 منتخبات، وهذا بالفعل ما نفذ حتى الآن، إذ تمكنت هذه المنتخبات بطواقم كاملة من المشاركة في 18 مناسبة دولية بين الرسمية والودية، وخاضت فيها 84 مباراة، متطرقاً لتقدم المنتخب السعودي الأول إلى المركز 53 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتحدث القاسم عن الدوري الرديف الذي نظم لمدة 2 سنين ومن ثم ألغي، مبيناً أنه كان مجرد تجربة بهدف زيادة دقائق اللعب للاعب السعودي في الأندية، مؤكداً أن فكرة تقليص عدد اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم القادم إلى 25 لاعباً سيضمن تحقيق الأهداف التي كان ينشدها اتحاد الكرة في الدوري الرديف، إذ ستتيح عملية التقليص للاعبين المحليين إيجاد فرصة للعب في أندية أخرى في حال لم يوفقوا في نيل مكان في أنديتهم الحالية، مشيرا إلى موضوعات أخرى في إجابة عن أسئلة واستفسارات الإعلاميين ذات العلاقة بلجان الاتحاد المنظمة للمسابقات السعودية. أبو نايف، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتأكيد المؤتمر هذا كان منتظر، حدث كبير بالنسبة للرياضيين المتابعين، حتى أنا أتوقع حتى على مستوى العالم الرياضي المؤتمر هذا متابع كمشروع خلاق، كمشروع كبير جدا، كمشروع تجاوز السنين، يعني نقلك من مرحلة إلى مرحلة، سواء في التسويق، سواء في التنافسية، سواء في الاستقطابات، سواء في الاستثمار، في النقل التلفزيوني، بمعنى أن كم قناة تلفزيونية جالسة تطلبه، وهذا الفضل يرد بعد الله إلى أهله. لما نتكلم على حكومة آمنت بالمشروع وآمنت بالتحول اللي قاعد يصير هذا الشيء، أنا ممكن أستعير كلام الأستاذ إبراهيم القاسم لما يقول إحنا ماشيين في الطريق هذا، ولكن ممكن بدأ ما نصير في الطريق الأيمن نروح للأوسط، نروح لليسار، وممكن نمسك اللي واقف عائق للمشروع هذا نقول لا خلك على جنب، موقف جانبي، إحنا نبغى نكمل وممكن نجيب لك بديل. نبدأ بالحديث للأستاذ سعد، وأثني على كلامك، واضح أن الرجل عنده الجرأة في الخروج أمام الإعلام ويتحدث.
احنا نقول استاذ سعد تكلم بالتاكيد الناس تتذكر المقابله اللي كانت موجوده في برنامج كوره واللي اثارت يعني ردة افعال كبيره والان الحديث عنها، وبالتاكيد الناس راح ولا اشوفها انا كجماهيريا طبعا تستقطع من المقابله وتربطها بالمقارنات في الاجابات الموجوده هنا. ولكني انا بالنسبه لي اقول جميل جدا ان الراي العام ان الاعلام يتساءل، وان احنا نسمع لجنه الاستقطابات واقفه على منصه تتحدث، وكنت اتمنى من ضمن الحضور حتى رؤساء الانديه موجودين، ملاك الانديه موجودين جالسين يسمعون الحديث هذا، وهل هذا الحديث فعلا هو اللي قاعد يصير؟ لان لما مثلا سالها عن الميزانيات الانديه واللاعبين والاشياء هذه بالتاكيد الاجابه الحقيقيه عند مسؤولين الانديه، او بالاحرى ملاك الانديه بالنسبه للشركات ورؤساء الانديه بالنسبه للانديه الاخرى، هم اللي عندهم الاجابات الحقيقيه. وهي اللي انا اتمنى ان بدل مثلا ما يجي شخص متابع وراصد هي اللي تخرج وفعلا تخبر جماهيرها. يعني احنا عرفنا الحين الاستاذ سعد اللذيذ، انا متاكد 100% وانا يمكن من ضمنهم، انا ما اعرف رؤساء الانديه في الشركات، انا ودي يطلعون بس لينا ونسمع الحديث اللي فعلا صدر لهم، هل فعلا مثلا على سبيل المثال تسددت الديون من اجل استقطابات او انها ما في قوائم ماليه تنزل في نهايه الموسم؟ مو هذا الكلام يعني بدون. يعني معلش ابو نايف في اشياء انا كجهة منظمه او جهه مسؤوله ما اقدر افصح عنها، لانه الانديه هي المفروض تفصح عنها زي القوائم الماليه. انا ما اقدر اجي اتكلم والله ابو نايف انا اعطيته وسوى، انت اخر موسم عندك القوائم الماليه تقول المداخيل تقول المصروفات تقول ايش اللي تسدد من وين جاء، صح ولا لا؟ مو هذا والحوكمه كذا قالوا. عشان كذا لما اقول اتمنى رؤساء الانديه يكونوا موجودين، الانديه هي اللي تتحدث توضح الجمهور، مش قضيه بعد مباراه وانت زعلان تقعد تتكلم على اساس تنسيهم عن المباراه هذه اللي قاعد تصير. واحنا نعرف ان العمل هذا اساسا حق الموسم القادم يفترض انه خلاص تم النقاش فيه وتم معرفه الاحتياجات اللي قاعده تصير فيه، وهذا اللي المفروض انه قاعد يصير. يعني وهذا اللي بيخلي الان ينقلب الشارع الرياضي الى اكثر من فسطاط يدافع، فسطاط يتكلم، ناس تتحدث، ناس تتخندق، ناس تدافع، ناس، هذا اللي قاعد يخلق الشيء هذا. لذلك احنا نقول يعني خلينا نقول برافو عليك استاذ سعد، طلعت. اتمنى رؤساء الانديه يطلعون، مش رؤساء الانديه اللي ما لهم يعني قصدي غير الربحيه، لا نبغى رؤساء الانديه الملاك يطلعون للجماهير، اقل شيء تعرفهم الجماهير بصراحه، يعني الجماهير هي اللي تحاسبهم. يعني مش الجماهير الحين قاعد تتكلم مع، انا يعني انا بعض المرات تتاسى لها، قاعد تتكلم مع شيء كذا هامور قاعد يرمي رقم، مصدر قاعد يرمي معلومه صحيحه، جروب قاعد يكرسها وقاعد يكررها عليك لين انت تعتقد انها هذه الحقيقه. ثم انتقل مره ثانيه لحديث الاستاذ ابراهيم القاسم، يعني انا بالنسبه لي العجيب، يعني جدا انا بالنسبه لي عجيب جدا لما قال، خصوصا لما كان يتحدث يقول على سبيل المثال لما احد يساله يقول والله 25 لاعب وهذه تحدث في جميع انديه العالم. طيب انتم قبل 4 سنوات 8 سنوات قاعد تسوون شيء غير انديه العالم؟ طيب انت حطيت الرديف ثم شلته بعدين رجعته قاعد تجرب. الان الانديه اللي قاعد بتصرف اللاعبين تبعهم على اللي قاعد يصير، فكرتوا في الاعباء الماديه؟ وهذا كذا لما اتكلم انا اقول لك لما يجي المشرع للاتحاد السعودي عرفت والداعم تصير جهه ثانيه، ممكن هنا يصير هنا فيه اللخبطه، هنا تصير فيه المشاكل الماليه، هنا تصير فيه خلينا نقول انا اسميها لا تنسيق بينهم. مثلا والله انا اجي رابطه المسابقات للمحترفين تسوي جدول زي ما يقول الكتاب، ثم تجي لجنه المسابقات في الاتحاد السعودي وتحط لك خابور جوا المسابقه وتخرب لكم المسابقه حقت الاحتراف، ثم تصير يدبرون انتم زي ما صار في السوبر. تجي هنا الان تجي لمي تقول كل ما احد سالك تقول لي زي ما سوت انديه العالم. طيب انتم من 6 سنين او من دورتين وش قاعد تسوون في لا فينا فينا نقطه. شوف انا واخشى ما اخشى اليوم مع موضوع ال 25 لاعب زين، انا كنادي راح اضطر
اني اتخلى عن لاعبين، صح ولا لا؟ ما ابغى اتخلى عنهم، ابغاهم يكونوا عندي بدلاء جيدين للموسم، بس بسبب النظام راح اضطر ابيعهم ولا لا؟ صحيح. تخيل بعد سنه تقول والله بنزيد نرجع 30، هذا الكلام بس انا ادواتي خلصتها بعدت عني وجبرت على يعني المفروض انه هذه الخطه حقت 25 لاعب ينحط لها مده زمنيه، ترى حنلعب ب 25 لاعب لمده 3 سنوات، عرفت علي؟ عشان انا ما اضطر ابيع، يعني عندي لعيبه صغار موهوبين بس احيانا مكلفين علي والنظام ما يسمح لي اخليهم فاضطر ابيعهم. مو انا قصدي وقد ابيعهم بسعر قليل بعد. عشان كذا لا تصير رياضتنا وانديتنا مكان للتجارب، احنا نبغى لما نحط تجربه او نحط بناء على دراسات وناس تعرف كره القدم مش قاعد يمشي عليها، مشكلة ما جاء شخص جديد قاعد يجرب علينا وفيها هدر مالي هذه كبير بصراحه، يعني اقامه الرديف هذا هدر مالي كثير. حتى لما اتكلم عن التحكيم واحنا عندنا الشبه الآلي، طيب شبه الآلي احنا شفناه قبل امس لما تم حذف لاعب وتحدث فيه جميع خبراء التحكيم قالوا اللاعب اللي في هدف نادي الاتحاد اعتقد اللي شالوا لاعب منه، طيب وين 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 التقنيه هذه في 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 العمل على تطوير الحكام اللي هو سماه الاوتوماتيكي هو شبه الآلي، عرفت؟ هذه وين 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 التطوير فيها اللي قاعد يصير؟ فلذلك يعني مؤتمر جميل جدا، ولكن فعلا نتمنى ان احنا المشروع مستمر، الاتحاد السعودي مستمر، ولكن لا يمنع ان فيه نغير من بعض الاشخاص حتى لا يكونون حجر عثره للمشروع اللي احنا متاملين فيه خير. وعبد الله طبعا كخطوه مميزه انه يكون في لقاء بين المسؤول وبين الإعلاميين، لقاء بين المسؤول وبين الوسط الرياضي، نقاش الأمور الإدارية، مختلف الأسئلة مختلف الإجابات، وبإذن الله حيكون في تطوير للعمل وتطوير لطريقة التواصل وكل شيء قابل لأخذ الدروس منه والتحرك للأمام. الشيء اللي أكثر ما ناقشوه طبعا الوسط الرياضي اللي هو ظهور الأستاذ سعد اللذيذ، كان الأمر الواضح لنا كلنا أنه الأمور النظرية الأمور الإدارية الخطوط العريضة تم إطلاقها في الوسط الرياضي بطريقة واضحة جدا، وتم طبعا إخفاء الجانب المالي لأسباب واضحة جدا في المؤتمر الصحفي وذكرها الأستاذ سعد اللذيذ، أمور مالية أرقام نسب أنا ما حتطرق لها، هذه أمور بيننا وبين الأندية. ف أنا لاحظت كثير طبعاً في الوسط الإعلامي أو في الأسئلة اللي بيطرحها الجمهور في وسائل التواصل، الإعلاميين في المؤتمر الصحفي بيسألوا أسئلة بيبحث عنها المشجع العادي عن الأرقام، ونتفهم إنه الرقم هذا خطر جداً أو سري لما يطلع لوكلاء اللاعبين، نتفهم جداً إنه هذه أمور مالية لها قنواتها الرسمية. إذن إحنا أمام معطيات الآن إنه في أمور المعايير واضحة، الأسس الكبيرة الخطوط العريضة واضحة، لكن بدون أي تفاصيل مالية. من فين التفاصيل المالية تظهر أو الناس اللي تبحث عن إجابات؟ قبل فترة كنا نطلع الأندية عندنا نطلع الميزانية العمومية، كانت تطلع كأرقام عامة أو أرقام حتى جداول تطلع في نهاية السنة، طبعا لنا 3 أو 4 سنوات ما تم هذا الشيء. هذا الموضوع موجود عند الوزارة تتبعها الإدارات الأندية، تم تحديث الأمر أكثر من مرة في إدارة تتابع الأمور المالية. لو أنه عندنا ميزانيات تظهر كان سهل جداً أنك تعرف إيش اللي حصل في موضوع استقطاب اللاعبين أو اللجنة، مصادر الدخل من ضمنها بند لجنة استقطاب اللاعبين في المصاريف، عندك رقمين، رقم يروح على ديون الأندية ورقم يروح على استقطابات اللاعبين. هذه الإجابات كلها اللي كان يبحث فيها الناس، ولو كانت موجودة على طول حطوا جداول مقارنات بين الأندية والجميع بحثوا. برضو الآن نتفهم أنه المعايير الموجودة اللي يتم التعامل فيها مع الأندية ما تقدر تدينا حتى الآن، حتى لو انتهى فترة الانتقالات مهما ظهرت من أرقام ما حتقدر أبداً أن أنت كإعلامي أو حتى عالم رياضيات أنك تقدر تأخذ أي حاجة، لأنه الدعم مرهوم بحجم الديون ومرهوم بوضعك المالي، ما حد عارف أبداً حجم الديون طالما ما في ميزانيات طالعة. الأمر مرهوم بعقود اللاعبين السارية، طبعا ما عندنا
لا عقود ولا حد بينشر الأمور هذه لأنها فعلا أمور تخص الأندية. إذا الكرة الآن في ملعب ما بين الوزارة ما بين الأندية، هل في آلية لمشاركة المعلومات؟ هذا الشيء اللي بيسبب مشكلة في الوسط الإعلامي لما يظهر مثلا الرئيس يرمي معلومة أو يرمي معلومة في وقت معين، في الأخير ما عندنا إحنا معطيات معينة، ما عندنا محددات، ما عندنا بيانات نأخذ منها الإجابات، والمسؤول بيقول لك هذه معلومات غير معلنة بالنسبة لي، في قنوات ثانية روحوا لها. الأندية الآن صامتة ولا قد أعلنت في الفترة الأخيرة ميزانيات، والوزارة ما أعلنت عن القوائم المبدئية اللي كانت دائما تلزم الأندية بأنها تطور نفسها. الآن طبعا التحرك الدعم كبير، التحرك في الأمور التنظيمية أصبح أكبر، مشاكل الأندية أقل بكثير بسبب أنه في حرص على الديون وحرص على حتى اللاعبين وعلاقاتهم وطريقة استقبالهم، في أمور كثيرة كانت إيجابية في إلقاء الضوء عليها. لكن يبقى المنطقة اللي تعتبر مثيرة في الإعلام هي الأرقام والمقارنات بين الأندية الكبيرة. الأمر هذا ترك لأنه عندنا معايير ثابتة والأندية تعلم فيها، لكن لا نريد إعلانها، وهذا هو عدم وجود معلومة هي معلومة في حد ذاتها. طيب أبو حليل ووليد بأخذكم بعد الفاصل، لأنه أنا مرة يهمني كل واحد يقول رأيه باستفاضة حول هذا المؤتمر، وما أبغى قاطعك أنا وأنت تتكلم. نروح للفاصل ونرجع لنسمع رأي محمد الصلاح. بحضور كبير من وسائل إعلام محلية وأجنبية، وزارة الرياضة تستعرض أبرز الاستراتيجيات والملفات الخاصة بالقطاع الرياضي في المملكة. الأهلي والهلال يتواجهان غدا بالجوهرة المشعة في لقاء مؤجل من الجولة 28 لدوري روشن. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الكلاسيكو، والأهلي يؤكد تعرض هيثم عسيري لإصابة في الرباط الخارجي للركبة. بعد انقضاء 30 جولة من الدوري الأقوى، الهلال انفراد تام بالصدارة، والنصر لا يستسلم، والأهلي والتعاون والاتحاد يتنافسون على ثالث الترتيب. المهندس لؤي هشام ناظر عضواً ذهبياً في الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد. المتسابق السعودي عبد العزيز الشيبان يحقق المركز الأول في بطولة كأس العالم للدراجات النارية باها 2024 بإسبانيا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أم في المملكة العربية السعودية. أبو حنين الحديث عندك. إضافة على اللي تفضلوا فيه الزملاء، يعني أنا باخذ المشروع، مشروع الاستقطابات باخذه بشكل شامل بغض النظر عن الأندية وأسماءها. أتكلم أول شيء عن سنة أولى وتحقق هذه الدرجة من النجاح، خلنا نقول إلى 80% أنت تعتبر نجحت. ردة فعل الاتحادات الأوروبية، التعاطي الإعلامي الأوروبي لقوة التعاقدات اللي عملتها الأندية السعودية هزت هذه الاتحادات، ولا اتحاد من هذه الاتحادات عندما بدأت الاستقطابات وبدأت عملية الاحتراف عندهم كانت بهذا الوهج وبهذه القيمة. أكبر دليل على هذا الموضوع التصنيف للدوري، القيمة المالية، التعاطي. أضم صوتي لك، أنا أحب القائد الشجاع. بداية الموسم اتفقنا معه، اختلفنا معه، الأستاذ سعد اللذيذ في الأخير في بداية الموسم تقريبا طلع وتحدث الرجل بكل شفافية، تكلم عن كثير من الأمور، لا ما يبغى يدخل في صدام مع الأندية. أنا بالنسبة لي أقرأ ما بين السطور، حتى في أحاديث بعض الأندية اللي تحدثت سابقا جاء تصريح للرابطة بأنه إحنا دفعنا 100 مليون و 120 مليون عشان نادي إكس أنه يأخذ الرخصة الأسيوية وكذا، ما هم حابين يدخلون في صدام. أعتقد حديث اليوم امتداد لنفس الأمر. في المقابل أنت اليوم إذا ما عجبك كلام سعد اللذيذ أو حتى الأرقام اللي يتكلم فيها، في كل نادي في قوائم مالية، تعال اطلع
وتكلم وقول انا بالنسبه لي ارى انه لا والله انا دعمت ب 500 مليون 600 مليون 700 مليون لكن في المقابل انا ابغى شيء ثاني بعد. مين حيحاسب رؤساء الانديه هذولي اللي وصلت استقطاباتهم الى المليار بصفقات عملها داخل الملعب لم يكن صحيح؟ هي القضيه مش انك انت اعطيت هذا مليار وهذا مليار، هل هذا لما اخذ المليار اشتغل فيه زي الناس؟ هل انا شاهدت فريق على ارض الملعب يوازي قيمة المليار اللي دفع فيه؟ ما شاهدت هذا الموضوع. القضية مو بس كم تعطيني ولا ليش عطيت فلان، احنا مش داخلين في حرب مع الأندية رغم انه احنا نتكلم انه الرجل قال احنا متساويين الدعم من البداية، لكن هذه هي الأهم عندي، انك انت لا تجي ترمي كلام، انت اطلع وقول انا نادي الفلاني انا دعمت بالمبلغ الفلاني، اجمالي استقطاباتي للاعبين الخمسه السته هذولي كان مبلغهم الرقم الفلاني، انه فعلا الدوله سددت عني الرقم الفلاني. ترى لما نتكلم عن سددت عني هذا سوء عملك كاداره ايا كانت هذه الاداره. ليش؟ لان انت لما توصل ديونك الى هذه المبالغ الكبيره معناته انت ما قاعد تشتغل بالشكل الصحيح ولا تخطط بالشكل الصحيح. وانا بالنسبه لي شفافيه الطرح اللي تفضل فيه استاذ سعد اللذيذ، اتمنى كل قائد تنفيذي، انا ما ابغى احد يطلع ينقل عن منظومه عمل. لذلك استاذ سعد اللذيذ انا اعتبره شخص تنفيذي. اجي للموضوع الاتحاد السعودي واللي تفضل فيه الاستاذ ابراهيم القاسم. احيانا لغه الارقام تكون مبهمه. اذا احنا اليوم بنتكلم عن تجربتنا في كاس العالم الاخيره، احنا متذيلين مجموعتنا، البطوله اللي قبلها احنا كنا المركز الثالث. اذا القضيه ليست في انه احنا تاهلنا متصدرين في المجموعه، احنا البطوله اللي قبلها برضو تاهلنا، ما كنا متصدرين نعم لكن تاهلنا في الاخير، حققنا الهدف وهو التاهل. ولكن احنا قاعدين نسعى من 94 ان احنا يكون عندنا مشاركه نتجاوز فيها الادوار التمهيديه الى دور ال 16 وهذا ما تحقق. لما نجي نتكلم عن المنتخبات انا اقدر لا انه هو طلع يتكلم عنها، لكن احنا محتاجين اصحاب التخصص في الاتحاد، من وضع الاستراتيجيات، من لازم هذه الدراسات. احنا طلعوا قبل لنا وقالوا لنا ان احنا في دراسات للدوري الرديف اللي في كم سنه صار عليه صرف مالي كبير جدا، لم تكتمل اعداد الانديه ولا حتى الدراسات اللي وضعت له أعطت النسبة المرجحة أن إحنا نسير في سنة وسنتين على هذا الدوري. في الأخير أوقف هذا الدوري. إذن الإعلام، الطرح، المتخصصين اللي تكلموا خلال السنوات هذه كان كلامهم صحيح وأخفق الاتحاد، لذلك أوقف هذه التجربة. أجي لتجارب أخرى هو ما تكلم عنها. أنا أبغى أشوف برنامج الابتعاث إلى كم سنة إيش صار فيه. اليوم احنا قاعدين نصرف ونحط مبالغ كبيرة، ايش جنت الاندية وايش جنت المنتخبات من برنامج الابتعاث؟ هذا ما شفنا فيه شيء. برنامج استقطاب المواهب المحلي ماني قاعد اشوف له اي مخرجات، احتاج احد يطلع يتكلم عنه. نصب هذا الاتحاد في 2019، اذا امننا ان العمل تراكمي فساعود لقيادة المنتخبات لما كان الدكتور خالد المقرن موجود على دفة قيادة منتخبات الفئات السنية، كان لهم عمل مسبق في اعتقادي أنه هذا الاتحاد جنى ثمار هذا العمل السابق اللي كان قبل 2019 قبل لا ينصب هذا الاتحاد. أوكي أنت حاولت أنت كملت. اليوم أنا أبغى ناصر لارجيت اللي ماسك المنتخبات واللجنة الفنية بعد كم سنة من تنصيبه يعطيني الإخفاقات الأخيرة إيش كان سببها؟ هذه كلها أشياء مبهمة. أنا بالنسبة لي ما أنتظر شخص ناقل للمعلومة يجي عشان أناقشه في مؤتمر، أنا أحتاج صاحب التخصص يطلع عشان الناس تناقشه، لأنه في الأخير اليوم اللجان المنتخبات هي صفوة وزبدة العمل. لذلك أنا ما أبغى أجي بعد المؤتمر وأقول فسر الماء بعد الجهد بالماء، ما أعطيتنا ولا شيء. في الأخير لما تقول لي أنا حطيت 17 18 19 سنة دوريات شكرا، طيب إيش عملت داخل الأندية؟ إحنا مؤمنين أن المنتخبات هي مخرجات عمل الأندية. هل ألزمت الأندية بعمل أكاديمي؟ هل ألزمتهم بسي في معين؟ هل اليوم الأندية بالكوادر الموجودة فيها سواء كان إدارية أو فنية هي مؤهلة أن تحقق استراتيجية هدفك؟ أنت تتكلم عن أهداف تبغى توصل فيها إلى 2034، ممتاز أن يكون لك بعيد المدى، لكن أنت اتحاد عمرك 4 سنوات، أنا أحتاج أخذ منك ثمار عمل ال4 سنوات. لذلك لما أجي ألاقي المنتخبات في الفئات السنية في السنوات الماضية هي جني ثمار عمل اتحادات سبقت هذا الاتحاد اللي عين في 2019.
لذلك أنا محتاج هذا الإنصاف، محتاج هذه التفاصيل عشان الناس تكون غير مبالغة في النقد، تكون واضحة جدا، تكون في شفافية أكبر. أنا محتاج أشوف اليوم رزنامة الموسم القادم. لما سئل عن موضوع السوبر قال قد كان عندنا يا رمضان يا ننقل للموسم القادم. يا أخي بداية الموسم إيش بيضر رزنامة الموسم الجديد لو تأخرت الموسم الحالي أسبوع واحد وعملتها في نهاية الموسم بدال ما تضغط الأندية وتنقل مباريات وتدخل في لغط وتدخل في سالفة أنك أنت حتى أضريت باللجنة المسابقات في الرابطة، لأنك أنت لما حطيتها في هذا التوقيت أنت عملت خلنا نقول غربلة على من خلال هذا الموضوع. لذلك أنا في وجهة نظري يعني استفدت كثير من كلام الأستاذ سعد صراحة ونجاح المشروع كنسبة مئوية، ولم أستفد صراحة من حديث الأستاذ إبراهيم القاسم لأنه قلت لك فسر الماء بعد الجودي بالمائي. أنا محتاج صاحب القرار يطلع يقول واحد واثنين وثلاثة، لأنه الكلام الإنشائي لعدد السنوات والاستراتيجيات سهل أنك أنت في أي برزنتيشن تحطه. كابتن وليد، والله الإخوان كيف وفوا يعني تكلموا في أمور كثيرة. لما المسؤول يتكلم أمام الإعلام، وهذا اللي يحتاج الإعلام وحتى الجمهور، يعني أنا أقيس على الأندية في طول الموسم لما إداري أو مسؤول يحتاج الجمهور أو الإعلام لي يعني تفسير معين في مباراة معينة، في أمر صار يعني حدث مشكلة لاعب مع إداري أو أي أمور سواء نادي مع الاتحاد، لما المسؤول يطلع ويعني يصرح يعني يمنع كل التأويلات اللي تحدث سواء من الإعلام أو حتى من الجمهور. كل واحد يعني الآن إحنا في زمن السوشيال ميديا، كل أكاونت يعني يقدر يعني يكتب خبر إذا ما كان في تصريح من مسؤول في نادي معين أو في اتحاد. ولكن لما يطلع مثلا مثل الأستاذ سعد اللذيذ ويبين هذه الأمور أن الدوري محترفين أصبح يعني، وهذا الأهداف والاستراتيجيات اللي وضعتها يعني رابطة الدوري المحترفين ليكون الدوري السعودي من ضمن المصاف العشرة. ولما نشوف وسائل الإعلام والقنوات اللي تنقل الدوري السعودي ووجود لاعبين مو آخر أيام حياتهم ولكن في عز عطائهم وتواجدهم مع الأندية، قاعد نشوف إن الأمور اللي قاعدة تصير والأمور الفنية. هذا واحد. اثنين، أنا أعتقد يعني من ضمن الأهداف إن التركيز على اللاعبين 21، ولكن التركيز هذا هل يعني راح نسوي دوري محترفين ويكون فيها يعني استمرارية اللاعب بالمنافسة؟ نعم، يمكن تقليص عدد اللاعبين المحليين في الأندية، يعني راح أخذ صفوة الصفوة من اللاعبين المحليين اللي يكونوا موجودين، ولكن كم لاعب راح يلعب أساسي مع المحترفين؟ وجهة نظري أنا اللاعب المحلي لما يلعب أساسي مع 8 محترفين زائد 2 في دكة البدلاء من اللاعبين المحترفين، هذا يكون واصل إلى مرحلة لاعب محترف، لاعب أجنبي. حتى المعايشة أصبحت الآن في المملكة وليس خارج المملكة بوجود عدد لاعبين، ومن خلال الأهداف الموجودة وضعتها رابطة الدوري المحترفين أن اللاعبين مع الموسم الماضي القادم واللي بعده أن يكون التركيز على اللاعبين العالميين 27 سنة، مو بس أن 29 سنة ويعطيك مثلا 3-4 مواسم، أن التركيز على اللاعبين العالميين أن يعطيك إلا 6 مواسم 7 مواسم. وهذا اللي حدث، ان نجاح المملكه باستقطاب اللاعبين، ان حتى الدوري الانجليزي في الانديه والمسؤولين عندهم تخوف لان اللاعبين صغار في السن قاعد يشوفون اللاعبين العالميين توجههم الى المملكه العربيه السعوديه، وان يكونون يروحون هناك في الدوري، دوري قوي، دوري تنافسي، قاعد نشاهد ارقام تتكسر. يمكن الحين الهلال اول نادي يدخل التاريخ في دوري المحترفين 27 انتصار. كل هذا عمل، اكيد هذا عمل، ولكن أهم أمر آخر مهم أن يكون من ضمن 7 أو 10 يعني الدوريات الأفضل في العالم، أن مثل ما تفضل حتى أبو نايف من ناحية يعني الجدولة، جدولة الأندية كلها، أن المؤجل لا يكون يعني بفارق كبير ويصير هناك يعني نادي يرضى ونادي يعني يكون غير راضي. والأمر الآخر الأخير أنا بالنسبة لوجهة نظري أن اعلن الانديه كم يعني ياخذون الميزانيه حسب يعني ترتيبه في الدوري، ما حد راح يزعل اذا انا اعطي كل نادي ميزانيه على حسب ترتيبه في الدوري،
ما اعتقد ولا نادي راح يزعل، لان من خلال جهدك وعطائك في الدوري تستحق انك تاخذ الميزانيه جدا. بالنسبه لي بس هذا كلام لازم ينقال بدايه الموسم. صحيح، انا معك بدايه الموسم ينقال. علمني انه ترى الدراهم اللي بتجيك حسب ترتيبك، واخر الموسم نتقابل. صحيح، وكل نادي له اهدافه قبل من الميزانيه اللي اخذتها في الموسم السابق. اعلن في هذا الموسم من الميزانيه اللي اخذتها شو راح تسوي. بالنهايه اذا كل واحد لما يشتغل ويحط اهداف، انت بوجود لما كل واحد يشتغل ويعمل، انا اول شيء احط اهداف بعدين اشتغل عليها. ما يصير انا اشتغل اشوف على حسب النتائج بعدين اقول انا اهدافي، لا مستحيل. يعني احط اهدافي واحاول ان انا اسعى واجتهد من خلال هذا، لما اكون واضح واعلن ميزانيتي وانا اجتهد. وبالعكس بالنهايه اي امر كان فيه تقصير مفروض المسؤول يطلع ويبين حق الشارع الرياضي، سواء للاعلام او الجمهور. هذا المفروض، لان الان خلاص هذا دوري محترفين. الان المملكه العربيه السعوديه في كره القدم اصبحت واجهه للعالم كله. كم قناه تنقلها؟ احنا ذكرنا في حلقات سابقه بوجود، انت كنت موجود، 55 قناه، 107 دول يمكن تنقل المباراه. كم وصلنا؟ كم مليار يعني الان تشاهد على مدار الموسم. وجود لاعبين الصفوه في العالم موجودين عندك في السعوديه. فيجب ان تعلن اهدافك وميزانيتك من طيب. بدايه الموسم، والميزانيه اللي تاخذها في عملك في الموسم السابق. طيب بسرعه، في نقطه جدا مهمه، جميع الانديه المخصصه مده الرئاسيه لها سنه، الان انتهى الدوري، مهم انك انت تعلن مثل الجمعيات العموميه مين حينصب، مين حيستمر، عشان لا يجيك رئيس يقول لك والله انا نصبت متاخر ما قدرت اسوي ولا شيء. ترى هذه نقطه جدا مهمه. يعني اللي نصب مبكرا عارف يسوي اي شيء يعني اسمعني بس اتفق معك لازم يتحدد بدري. طب قبل ما نروح للفاصل، انا في واحد اليوم شفته قاعد اشوف كذا بس عشان انقل المنصب حقه مضبوط، المدير التنفيذي للعلاقات العامه الدوليه والمراسم عبد العزيز البقوص، ان شاء الله اني اكون نطقت اسمه صح. انا والله ما اعرفه ولا قد شفته ولا ادري عنه، شفته بس اليوم. ممتاز ورائع، واجه الاعلام كذا، كان تعرف لما اقول لك واحد صدروه في المشهد عجبت فيه جدا. انا والله ما اعرفه ولا التقيت فيه ابدا، وابغى اتاكد بس من المنصب المدير التنفيذي للعلاقات العامه الدولية والمراسم عبد العزيز البقوص، كان رائع بصراحة انك تواجه هالكم من الصحفيين وبث مباشر ووسط رياضي على صفيح ساخن، وانت اول مرة تطلع كذا وتقابل الناس وتكون في وجه المدفع. بصراحة ادى اليوم اداء جيد ورائع ومبسوطين فيه، وان شاء الله يعني نشوفه اكثر واكثر. فاصل قصير بعده. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية. نشوف تقرير مباراة الأهلي والهلال غدا. في مباراة مؤجلة من المرحلة 28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يستضيف فريق النادي الأهلي مساء غد الاثنين شقيقه الهلال على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 9 مساء. قمة كبيرة وكلاسيكو مثير، حتى ولو كانت الطموحات مختلفة، ومباريات الفريقين دائما ما تحفل بالمتعة الكروية والإثارة والندية. فالأهلي المستضيف يدخل المواجهة وهو يتواجد في المركز الثالث ب 55 نقطة كانت حصيلة ل 16 انتصار وسبعة تعادلات وست خسائر. ويطمح الأهلاويون في مواجهة الغد لتحقيق الفوز ولا غير من أجل عدد من الأهداف والاعتبارات، لعل أهمها الاقتراب كثيرا من ضمان المركز الثالث المؤهل لبطولة النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.
وكذلك رد الاعتبار لهزيمة الدور الأول أمام الهلال والتي انتهت في الرياض بثلاثة أهداف لهدف، وكذلك تسجيل الخسارة الأولى للمتصدر وتأجيل حسم اللقب لوقت آخر. أما الهلال فيأتي لاستاد الجوهرة المشعة وهو المتصدر بثلاث وثمانين نقطة كانت محصلة لستة وعشرين انتصار وتعادلين وبسجل خال من أي منغصات أو خسائر. وقد بات الأزرق على بعد خطوتين فقط من الإعلان الرسمي عن تحقيق بطولة الدوري، أولهما الانتصار على الأهلي ثم التعادل أو التغلب على الحزم، لتبقى الجولات الثلاث مجرد تحصيل حاصل. ولعل الأرقام التي وصل لها أزرق العاصمة أصبحت محفزاً للاعبيه للاستمرار على طريق الانتصارات لتحقيق موسم مميز وغير مسبوق في تاريخ بطولة الدوري السعودي. اللقاء لن يخلو من الإثارة وسيحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة نظراً لمكانة الفريقين والاعتبارات التي يحملها، إضافة لتواجد عدد من النجوم في الطرفين والتي تملك الإمكانيات الكبيرة والمتوقع أن تزيد من متعة المواجهة، بالإضافة لطريقة ونهج المدربين سواء الألماني ياسلا الأهلاوي أو البرتغالي خيسوس صاحب القميص الأزرق. فمن سيكتب علامة الصح لمصلحته في الكلاسيكو؟ الأهلي برغبة البطاقة الآسيوية ورد الاعتبار، أم الهلال الطامح للاقتراب من حسم اللقب التاسع عشر في تاريخه؟ أبو نايف، الأهلي والهلال، احنا في الجولة الماضية المنافسين للأهلي اللي هو الاتحاد وخسر أمام أبها 3-1 استقر على 50 نقطة، التعاون خسر من الهلال واستقر على 51 نقطة، الأهلي فاز على ضم أقصى بنقص مباراة 55 نقطة، معناها أصبح أكثر أمانا خصوصا في المركز الثالث في الترتيب الآن، وبقي له مباراة واحدة اللي هو مباراة الهلال، فإذا فاز فيها وصل تقريبا ل 58 نقطة، فهو يبتعد كثير بمركز الثالث ويتشبث فيه ويجعل التنافس على المركز الرابع بين التعاون والاتحاد. هذا واحد. الهلال نفس الوقت يبغى يحصل 86 نقطة أو أكثر من 6، يعني عنده 83 الحين هو، فإذا فاز صار 86، إذا تعادل اللي بعدها ضمام الحزم خلاص حصل على البطولة ويبدأ يحسب حسابات بطولة الكأس. هذا من صالحه إنه يبدأ في التدوير، يبدأ في الاستشفاء، لأن عنده نهاية جيد فيبغى يخلص هذا ما يدخل فيه الضغوطات هذه. متكلم على الهلال والأهلي، كلاسيكو كبير في لاعبين كبار، لاعبين عالميين، مباراة منتظرة ما تنتظر فيها بس الثلاث نقاط فقط، بس لا، هي مباراة فيها كل متعة كرة القدم، حتى جماهيريا بيصير فيها تنافس وراح تستمر حتى بعد المباراة. أنت تتكلم على الهلال الشوط الأول فقط، خلينا نقول آخر ربع ساعة المباراة سجل 31 هدف نادي الهلال، آخر ربع ساعة من أهدافه 89 31 هدف. تجي تتكلم على الأهلي الشوط الثاني 23 هدف فقط، الشوط الأول 35 هدف. لذلك الهلال في الموسم هذا حقيقة قوته الذهنية واللياقية والبدنية تكمن في آخر ربع ساعة، لذلك هو يستطيع أن يدير المباراة حتى من الناحية البدنية. احنا شفنا آخر مبارتين سعود عبد الحميد والأدوار اللي قاعد يقوم فيها والزيادة العددية اللي قاعد يقدمها، مجرد ما غاب سالم مثلا في التحولات شفنا سعود كيف يدخل في كل مرة داخل خط 18، نشوف مالكم والمرونة التكتيكية اللي عنده والذكاء اللي موجود عنده. نشوف الآن حتى متروفيتش وهو يعود شفنا في آخر مبارتين كيف إنه ينزل النص ويصير المحطة. تكلم برضو عن النادي الأهلي، تكلم عن كيسيه، تكلم عن محرز، عن ماكسي وش بيسوي اليوم في ذا، عن حقيقة النجم السعودي اللي هو في رأس البريكان والتهديف. لذلك المباراة فيها لاعبين كثر ممكن يحققوا لك المتعة في هذه المباراة، وأيضا برضو التنافسية اللي ما بينهم. أنا بالنسبة لي الحين نادي الأهلي لما تقول نادي العام كان في الدرجة الأولى بوجود مش متصدر، شوف الآن وين وصل، المركز الثالث
الاستقطابات اللي موجودة معه أتوقع أنه نجح. إضافة إلى أن احنا عارفين أنه التعثر اللي حصل له أو خلينا نقول الخلل الإداري بتأخير مع المدرب، ولكن اللي حققه ووصل للمركز الثالث في أول موسم له بعد العودة بالتأكيد أنه عمل أكثر من رائع للأهلاوية. أمانينا كلنا أن نحظى بمباراة ممتعة لنا كمتابعين للرياضة. عبد الله، يعني كلاسيكو منتظر، اللقاء بين الأهلي والهلال مهما كانت مختلفة الأوضاع الفريقين أو النقاط أو يتنافسوا على أي شيء، مباراة مثيرة جدا، مباراة جماهيرية داخل وخارج المملكة، فيها كمية نجوم كبار. الأهلي طبعا أحيانا يظهر بمستوى وأحيانا يفاجئنا بنتائج بعيدة، لكن الهلال بصفة عامة هذا الموسم هو الأكثر اكتمالا، الأفضل في الميدان، البدلاء الأساسيين دائما بيقدموا في المواقف الكبيرة مع الأندية الكبيرة، دائما تكون لهم الكلمة. لذلك اللقاء منتظر جدا. الأهلي حيكون تركيزه عالي جدا، مستحيل يدخل بنفس التركيز اللي كان أمام الرياض، تركيز عالي جدا في التحديات الكبيرة، فالكل يبغى يظهر بمظهر الفريق القادر على تصدر المشهد في هذا في هذه المباراة الهامة. يبقى التنافس طبعا، أعلى رصيد نقطي ممكن يصل له النصر في المركز الثاني هو 86 نقطة، أمام الهلال 15 نقطة في الميدان، منها 3 نقاط مؤجلة الآن، لو فاز فيها حصل على نفس الرصيد النقطي الأقصى اللي ممكن يوصل له النصر. بقية المباريات ممكن تكون تحصيل حاصل أو للحصول على فارق. الأهلي يعني أقرب للمركز الثالث، لكن في تحدي كبير جدا خلال الفترة القادمة. خلينا نقول بعد هذه المباراة 4 مباريات هامة جدا للأهلي والتعاون والاتحاد للحصول عليها، حتى المركز الرابع مهم جدا يأهلك ربما للنخبة آسيا، لأنه الهلال والنصر صعدوا إلى نهائي كأس الملك. كل هذه المعطيات تخلي اللقاء جدا مثير، منتظر، مليء بالأهداف بالإثارة، وهذا ما ننتظره. فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية. كابتن وليد، الأهلي والهلال مباراة أكيد مثيرة نظرا لوجود لاعبين يعني أكثر في فريق الأهلي وفريق الهلال، ولكن الأرقام بالنسبة للهلال أنا أعتقد يعني لما يصل إلى 83 نقطة في مباراة مؤجلة أكيد حافز كبير للاعبين الهلال بأن يحقق 3 نقاط ليصل إلى 86، والمباريات المتبقية يصل إلى تقريبا 98 نقطة إذا حقق جميع مباريات فوز، حتى الأهداف اللي عليه 18 هدف يحاول أن لا يستقبل الأهداف، وهذا يجعل أنه يعني محفز أن يفوز في المباراة ويتلقى أنه ما يتلقى أهداف، يحاول أن يسجل أهداف. 89 هدف النصر في مباراة الأمس وصل إلى 90، هذا دافع أكثر للهلال أنه يصل إلى أكثر لنهاية الدوري، يصل إلى أكثر من 100 هدف. هاي كل الأرقام هذه الاستثنائية في هذا الموسم مع خيسوس أنه يجعل أن الهلال يكون أنه حتى مباراة الأهلي أنه يفوز في المباراة، خاصة بعد خروجه من آسيا بوجود تخيل لعب مع الفتح وفاز 3-1، لعب في كأس الملك في قبل النهائي وفاز على الاتحاد 2-1، ولعب مع التعاون في أرض التعاون لعب مباراة جدا كبيرة وتسيد المباراة، وكل الأرقام كانت للهلال في المباراة 3-0. يعني بعد خروجه من آسيا لعب في 3 مباريات، الفتح والاتحاد والتعاون. أنا أعتقد يعني الهلال لما نقول أرقامه تخرع، أرقامه مرعبة، قاعد يقدم مستوى جدا كبير. التدوير كان تحصل في بعض المباريات فقط تعادلين في الدوري في الجولة الثانية أمام الفيحاء والجولة الثامنة أمام ضمك، وكل مباريات 27 انتصار. أكيد كل هالأشياء هذه والأمور تجعل أن الهلال يكون هو تحفيزه أكبر أن يفوز في مباراة الأهلي. الأهلي في المستوى الهجومي جدا ممتاز، على النقيض في المستوى الدفاعي أن يتلقى أهداف، يعني عنده مشكلة كبيرة في الفرق اللي كان يقابلها بالعدد الدفاعي الموجود، في أي كرة خطرة أو مرتدة تعمل مشكلة على دفاعات النادي الأهلي.
ولكن بالنسبه للهلال مكتمل في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه. الارقام تثبت ان الهلال قوي في الهجوم وقوي في الدفاع. دائما الهلال اليوم كان يعني مميز في هذا الموسم مع خصوص في استرجاع الكره، دائما اذا خسر الكره في اي مكان اللي يخسرها يضغط. فاعتقد الهلال يعني على النواحي الدفاعيه والهجوميه هو الافضل. بحنين، في اعتقادي ان الاثاره للكلاسيكو بدت مبكرا من خلال يعني تغيير جدوله المباراه وامتعاض الاهلاويين في عدم سؤالهم، واصبح حديثهم ان لن نكون محطه تزويد وقود ويحسم الهلال الدوري من خلالنا، وهذا اللي عملت اثاره امام تذبذب للنادي الاهلي، تعادل مع الوحده، خساره من الرياض، ومن ثم اعتقد كانت بمثابه صفعه للاعبين الاهلي من خلالها صحوا في مباراه ضمك بالاربعه. وهذا اكثر ما يعاني منه الاهلي في عمليه تذبذب المستوى، في اعتقادي مباراه مدربين يتفوق فيها قسس بشكل كبير جدا، وشفنا احنا كيف تعامل مع الهزات اللي مر فيها الهلال في المباريات الماضيه. لما نجي نشوف حتى للتوظيف الجديد اللي قاعد يشوفه بشكل مختلف لسعود، هو كان من بدايه الموسم ولكن دائما يتعامل مع الفكر والتوقيت قصص. شفنا احنا في الدقيقه 70 في مباراه الاتحاد سجل سعود، الدقيقه 81 المباراه الماضيه. اذا هذا الاعاز في طريقه المسانده او التوغل اللي سواها سعود لم تكن مجرد اجتهاد، كانت فكر وتوقيت. قصص مدرب على مستوى عالي جدا، يستطيع ان يتعامل مع مجريات كثيره من المباريات. لذلك مدرب الاهلي امام اعتقد اختبار حقيقي، ليس فقط انك انت تفوز او تخسر، لا، القضيه كيف حتتعامل تكتيكيا مع المباراه، كيف حتحاول منطقه المناوره في منتصف الملعب، كيف حتقدر تحرم سافيتش ونيفز من عمليه البناء. كل ما ضغطت على الهلال في ملعبه واستطعت افتكاك الكره، كل ما استطعت انك انت تكون في شكل افضل للمباراه واستغليت الزون ديفنس. انا اعتقد مباراه مثيره، مباراه جميله جدا. دائما ما يكون ثابت جمهور النادي الاهلي في مساندته رغم تذبذب مستوى لاعبيه. ان شاء الله نشوف مباراه تليق بالدوري السعودي باذن الله. خلينا نشوف بانوراما للجوله الاخيره. سكالا جنن النواخد. تنشد عن الاتي، هذا هو الحال. تنشد عن الحال، تنشد عن الحال، حالي كيف ما شفته، وانا احسب انك، انا احسب انك قبل ذا الوقت تدريبه. تنشد عن الحال، هذا هو الحال. تنشد عن الحال، تنشد عن الحال، حالي كيف ما شفته، وانا احسب انك، انا احسب انك قبل ذا الوقت تدريبه. وتنشد عن الحال، هذا هو الحال. تنشد عن الحال، هم من جديد على الاول تحملته، عنك اتحمل، عنك اتحمل الهم ومشينا. وتنشد عن الحال، هذا هو الحال. تنشد عن الحال، هم من جديد على الأول تحملته، عنك تحمل، عنك تحمل كبير الهم ومشينا. وتنشد عن الحال، هذا هو الحال.
رباعيات ترفع المعنويات قبل الكلاسيكو. الله يا حلو، هاتريك ورا هاتريك. هدفين بعد التسعين. ميشائيل ما حد يوقفه. I don't need batteries.
لكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، وصلنا للختام، نودعكم بأخبار شو نلتقيكم غدا في أمان الله. سدد المهندس لؤي ناظر رئيس الاتحاد السابق رسوم اشتراك العضوية الذهبية في الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد الرياضية وفقا لما كشف عنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، إذ يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ناظر رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد خلفا لأنمار الحائلي الذي تنتهي فترته مع ختام الموسم الرياضي الجاري. اختتم فريق الهلال تحضيراته للقاء الأهلي دوريا، وغلب الجانب التكتيكي على الحصة التدريبية للاعبي الهلال، حيث بدأ الميران بتدريبات متنوعة، وشرح المدرب جيسوس النهج التكتيكي الذي يود تطبيقه غدا أمام الأهلي، وأدى اللاعبون عددا من التطبيقات التكتيكية، واختتم الجهاز الفني الميران بتدريبات فنية متنوعة. يذكر أن الهلال غادر إلى جدة مساء اليوم تأهبا للمواجهة المرتقبة. أعلن النادي الأهلي اليوم الأحد تفاصيل إصابة اللاعب هيثم عسيري التي جاءت خلال مشاركته مع المنتخب الوطني تحت 23 عام في كأس آسيا 2024، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب تعرضه لإصابة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة. انتزع المتسابق السعودي عبد العزيز الشيبان المركز الأول في بطولة كأس العالم للدراجات النارية باها 2024 في إسبانيا، وتصدر الشيبان الترتيب العام بعد مشاركته في الجولتين الأولى والثانية، وحصل السعودي هاني النومسي على المرتبة الثانية، وجاء زميله هيثم التويجري في المركز الثالث.